بسم الله الرحمن الرحيم. عاش الملك، عاش سيدنا. في 2019 جات عندنا العصابة من عين عودة، جابها خويا تكرفسوا عليا في الدار. هو راه تيدفع الفلوس من فرنسا، هو تيدفع لهم الفلوس من فرنسا. تفعوا عليا، تكرفسوا على بنتي، جروها الشمكارة، ودا واحد تقريبا 50 متر اللي جروها فوق راسي، عندي الشهود دليل. تقدمت عند المحكمة، جراو عليا ما تولاش حقي، واعتقلوا وطلقوا هذوك العنصرين اللي جاوا من عين عودة. 80 عام، خمسة العنصرين جاوا من عين عودة وطلقوا هذوك الناس، ودخلت عند الوكيل وجرى عليا انا. جرى عليا الوكيل في 2018 في شهر 4 في 6 اللي وقع المشكل. داو لخويا 4 مليون، رسولها للمعن، رسولها التلفازة، تكرسوا علينا، تكرسوا على مرت خويا، ضربوها بالجنوية لهنا. والجندار تيشوفوا الجناوة في الغابة لهيه، وما قدروش يمشي عندهم، تيشوفوهم بالعينهم الجناوة، تيشوفوهم. وزق الصباح رشيد جابوا بالطروبيل حتى حدا الزبلة وحطوهم طلعوا للغابة باش يتعرضوا علينا حنا عاوتاني يقتلونا. وزق واحد السيد شافوهم فاش هبطوا من الطروبيل، قالنا ها هما هبطوا للغابة. مشينا الجندار ما بغاش يمشي، الجندار قالك شدوهم، مشينا جبناهم. فاش وصلناهم لابريكاد باتو بنتي تكرفسات، راه دابا راه مداوية، دابا راه مريضة الآن. ومشات بنتي، ومشينا سيدي كيلو لابريكاد، قدمونا الوكيل الملك. مشيت أنا وبنتي دخلت بها، قلت لها بنتي راه باقي عندها غير تسع سنين. قال لي خرج لبرا، لا أنت لا بنتك، هذوك الناس بعد عليهم. جمال تيهضر تيقول لك خنيفرة ديالي. السيمانة فايتة قالك راه مغدي مع الرئيس، مع الرئيس في خنيفرة. المحكمة ديالي أنا، اللي بغيت نسيفط الحبس نسيفطو، اللي بغيت نطلقو نطلقو. راه أنا راه عندي القوانين، راه عندي كل شيء، هذاك الشيء أنا عندي الفلوس. علاش هاد المشاكل هادو؟ داينا رزقي واغي ولاد خويا، داينا رزقي، داينا البلاد، ها البلاد كل شيء دا، ها هي كل شيء. عاش الملك، الله يسر سيدنا. ها هي حنا ما قريناش. هاد أخ ديالي كبير تيقري ولادو، وحنا تيسرحنا في الغابة، تيطلقنا الغلام تيسرحوا بها الغابة، وتيقري ولادو تيضبو تيزول الوراق. راه مخوات تيزورنا الوراق، لا خلينا امبان، الله اكبر. عاش الملك. وليتو عايشين غير فهاد النوم. ها زير الكاميرا تشوف اش فين تينعسو ولادي، جيب الكاميرا تشوف فين تينعسو ولادي، وتشوف تمالا فين عايش. والباح جاو الجندار، الباح داوني الصحة ب8. كون ما عندهم شي قانون غادي نتقدم عند السيد الوكيل الملك. وصلوا تما قالك لا حسن جمال راه بعدوا عليه، بعدوا عليه، هذاك غادي تكون الحبس، بعدوا عليه. عاش الملك، الله يسر سيدنا. انت دابا اش كطلب انت؟ تنطلب الحقوق ديالو، حق الوالد اللي خلى لي، اللي تنطلب. هادشي بغيت شي مسؤولين يجيو لهنايا يشوفوا هادشي. بغيت انا شي مسؤولين يجي يسولوا صحاب الدوار، يسولوا الجيران. كان واحد السيد شاد الزور ديالهم، تيقول لك الثاني غير فين ما مشى تيشهد عليا في خنيفرة. كاين دابا الشكاية ديالو عندي دابا. وقع البارح، اش وقع البارح؟ البارح جاو. جايدو صحاب طوبو على حساب الوالده ديالي، جيت وقفت هكا، جاو طلعوني ب4، طلعوني بغيت نصور، قالك لا ما تصورش، طلعوني ب4، شدو الخواد ليا هرسوها هي ملي تحباو ليا ب3 ولا 4 في الغابه الباح، وانا راه سدو عليا تما حتى 4 عاد طلقوني. ولادي خليتهم راضين هنايا، تيبكيو تيقتلوا راسهم. هادي راه مشيت للباح خسرت عليها شي 4000 ديال الدواء، هادي ها راه مرضات ليا البارح، وما عنديش في الحاله ديالي باش. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت نقرا مزيان في الاول، في وجه عندنا الشماكريه، وضربوني وضربوا مرت عمي وولد عمي، ضربونا بالجناوه والعصابه جابوا عندنا، وكنا تنبكيو، وكانوا تيضربونا بالصرفيق، وكانوا تيجروني ورسوا المعان ورسوا الدواء، اي حاجه الدواء. جدرميه وقالوا لي كنا تنفكو، تعرضت للجدرميه اللي هي، قلت لي عتق ماما ومرت عمي تيضربوها، تيقول لي سير تلعبي سير تلعبي سير تلعبي. قلت لهم عتقوني ماما عتقوني ماما، تيقول لي سير تلعبي سير تلعبي. فاش قال لي انا غادا مشى وهرب ما جاش للدار. فاش دار وكنت راجع بغيت نتكلم مرت عمي وضربني واحد. فاش كتعيشوا دابا؟
نعيشوا بحال الفقيرين، ما عندنا والو، وتيجيو في اللي تيخلعونا وتيضربونا في اللي، وتيجيو في اللي تيضربونا بالحجر، تيجيبو عندنا العصابه، تيجيبو لنا العصابه وتيضربونا في الليل، فاش تمشيو للجدر في الصباح ما تيقولونا، تيقولوا سيروا تلعبوا، ما عندنا ما عندنا ما نقول لكم حسن وجمال ما بعدوا عليهم، هما بعدوا عليهم. وهاد حسن وجمال اش كيجيو؟ واحد عمي وواحد ولد عمي، واحد ولد عمي جمال ومحمد، كانت يخلونا في الليل وتيجيبو عندنا العصابة في الليل. الوالد في في اليوم ديالو في الحياة ديالو بنى ليه الدار، هي قال ليه سكن تما وخلي ولادي مع مرتي هنا مع الوالدة، وناض اش دار، ناضوا عند الوالدة حيدوا ليها البلاد ديالها، حيدوها ليها بالرسم ديالها بوراقها بكل شيء تامات الوالد. وفي الحياة ديال الوالد كان تيتقايد مع باه، مع باه في المحكمة، الوراق راه الحقيقة راه كاينة عندي، كل شيء عندي، تنوط وتنطلع نهبط تنطلع تنشد حقي، وتيقلبوني، تيجي جمال المخزني بن كاين خدام مخزني بن أحمد إقليم سطات، وتيجي محمد الفاكانسي، وتيرشيو عباد الله وتيدخلوا. شكون هو هذا اللي كيوقف معاهم؟ وقف معاهم الرئيس، راه تحول ما بقاش، راه هو في طنجه دابا، وجوج الناس تنشوفهم تيدخل عندهم وتيعطيهم وتيعطيه الوراق في القهوه. واش عباد الله الوراق تيعطيو في القهوه؟ هنا وجاو هدموا الدار وقطعوا شجار الزيتون وقطعوه رماوه وزروا الدراري. واحد خويا راه هرب ما بقى ساكن هنا، راه مشى عند عباد الله، مشى لعباد الله خوا هرب، زراو عليه هذا اللي شدوا مرتو قتلوها عصا سلقوها سدوا عليها في هذه الدار، هذه الدار وهجموا على خمسه د العصابه، جابوهم جمال ومحمد من عين عوده وخريبكا، راه الدوسي ديالهم دابا عند المحامي عند باجي، ودالي الشواهد الطبيات راه مازالين عندنا، وتصاور كاينين، والدوار كامل تيشوف هذا الشيء، الدوار كيشوف هذا المنكر وتيشوف الا كان شي حق داك نهضروا. تيقول لنا جمال المخزني كيقول لك انا عندي كونينير، انا مخزني، انا طايعين ليا القرايض، البارح جيت باش هجموا عليهم البارح، لا ضربوا اختي هرسوها، علاش غير هرسوها في الغابه؟ جندال واحد سميتو يوسف رشيد ومول الطبو اللي خدام مع بني، ما عرفت سميتو شكون فيهم، وجاو ينفذوا ولا شنو؟ جاو بغاو يعبروا، قال لك باش يديروا المحافظه، والمحافظه ملغيه ليهم، وعندنا الشهاده ديال المحافظه ملغيه. عاد عيط للمحامي طلع عند الرئيس، قال لي هالي كاين هالي كاين هالي كاين هالي كاين هالي كاين، قال لي خليت تجي عندي الخبره غادي نعرف نشوف اش داك الشيء. عاد كتب الاستاذ المحامي ديالي كتب واحد التعرض حطو باش ما يعاودش يحفظو، وتنشوف انا بغيت نشوف ديك الحاله في ديك اللحظه، انا ما عارفاش، انا ما كنعرفش واش كاين الصحافه واش كاين شي حاجه، وتنعرفاش رماهم في الثلج عارفين دايرين العشاء، تيغطيو الحوايج بالميكاف في هاد الكوديه هادي في هاد المقبره، وانتم لاباس ديال الشريف، وانتم لاباس ولاباس البلاد، الفيرمات كلشي داه لينا، كلشي داه وكلشي داه البلاد، وتقريبا شي 100 كثر ولا كثر هالبلاد وكلشي داه، غير البير دابا كيسقيو تيشربوا غير من عند الناس، البير كيداير غطاوه هردموه، والدار جوج ديور ديال خويا وديال اللي خلى المرحوم كلشي هردموه. علاش هادشي؟ ما كاينش اللي تيجيكم حقكم السيبه في البلاد ولا شنو؟ ما نعرف، ما فهمناش هادشي، ملي كنهضروا تيقول لك سكتوا غادي نعتقلكم، سكتوا غنعتقلكم، شكون اللي خرج علينا النهار الاول كاع؟ خرج علينا مروان، خرج علينا مروان بالكيحه وتشد، هما اللي خرجوا علينا، هما اللي خلاو لينا هادشي كاع. تنمشيو ملي كيتقدموا خوتي عند الوكيل الملك، عند النائب الوكيل، ما كيقدموش عند الوكيل بالضبط، كيدوزهم غير النائب، تيقول لي اسكت غتنازل ولا غنعتقلك. علاش غيتنازل هذا الولد؟ واش عنده شي رسم؟
وعنده كيتبعوا تيجريوا عليه التعويضات، ودايرين عليه جوج المليون، ودايرين جوج المليون على لامي، ودايرين جوج المليون على هذا. قال لك باش يحطوا مرا دابا راه منفذين عند الجدارميه. خوتي ما كيدوزوش كاع القهوي، علاش؟ علاش يخصم مورا ترسم؟ هلا مورا ترسم. مورا ترسم هي اللي مسبب. خليكم كلشي يعني ما يعني ما ما ضيعكم. ما ضيع حتى شي حاجة، هو ناض باش كان بعيان مريض وداك الشيء ناضو تيكتب تيزور الصدقة وتيعطي الصدقة لهذا جمال محمد، عطي لهذا عطي لهذا عطي وخلى 14 نفس. وكاينين الوراق في الحياة ديال با فاش كان قايد معاه. فاش كان صوت با صوت با المسخوط الوالدين. ما حضرش البا ما حضرش المو. ها فين صوت با لهيه؟ فاش رماه؟ وهزيت با وديته للمحكمة. قول لنا دابا آخر كلمة. آخر كلمة تنطلبوا حقنا. تنطلبوا حق هاد المرا الوالده اللي عايشه في الواد، وحق خوتي اللي عايشين في التماره في العذاب. ما كيتنعسوا بالسبرديله كياكلوا بالسبرديله كينوضوا بالسبرديله. تا خا تقول لهم ها الجدارميه جايين لكم، ها الجدارميه جايين لكم، ها الجدارميه. بغينا نشوفوا الجدارميه علاش؟ الا كاين شي حاجه حنا نمشيو، حنا نمشيو نهزوك واش نمشيو نخويوها ليه؟ إلا ما عندنا إلا ما وداش قنطوح، أش كيقول؟ تيمشي الوكي كيقول له شي وحدي راه سكنوا ليا في البلاد، إي رقيتن، شكون ما يرقيتن؟ حكم منا أروقي مزوج بها قنطوح برسم بالعقد بكل شيء. غادي نصلي الملك نكين أمولي شاكليخ إلو ثمانية ديال فلاخ كما زير زينو إزر يدو ليا زينو قيم غير تعافلا يبزو أنا اللي ديك الحسن أنت ولا والناس مني يغلام ولو في غمينة شعيدة يجلي خصنا هني مرة تقيل حبس أنا يتوان زدان ميا أوين من ميا قيدي شغل بي غيب هي تزنان تأذيلي أي غيب هي خدمن الزعني ونكرسي نقاس ربي الحق سبحانه ويسرق الزعني هذي يقول يا ربي البركة نشني أمورنيونا قليق إبراهيم من زعان سمنا زعنا راوين ولا وينو ولو في غير قدمي حسن مني منيس يا يجيك فرنسا يجيك المخزن قدمني الفلوس قدمني سويد موان علي شاشان ارت مخزن ديك موسينينو زان زاني دي معان وين ديش مكار هجم الخفالا وينو نغانها مطوطن مني دون زادان ميا زور راقيتن اين يسرحيق زل كرسي اوينين كغل حبسن كده مني ينا قد حبس باطل باطل لله باطل إما ونغين سنين تغيفي مليون من مي مليون الباطل ما قد توسر ما يغير إلان أنا واد وليدي أنا واد وليدي أكسكنغ أنا واد وليدي أكسكنغ أقل أنا قذي صافي وسان عيش كالملك أموني شكليغ عيش كالملك أموني